واصل حزب حماة الوطن تنظيم المؤتمرات واللقاءات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. ونظمت أمانة الشؤون الدينية في الحزب مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم والمشاركة بإيجابية في الانتخابات. الانتخابات الرئاسية القادمة ليست انتخابات لاختيار مرشح يقود مصر خلال 6 سنوات فقط، إنما هي انتخابات أنا بعتبرها لحماية مصر من المخاطر المحتملة التي تحيط بها. هو كان قائد مشروع إنقاذ مصر من 2013، استطاع بجدارة أن يجنب البلاد والعباد مآزق دولية كبيرة، وهو القادر إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى على أنه يكمل هذه المسيرة. ليس لي غرض إلا مصلحة هذا الوطن، وجئت هنا لا لأدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه شخصية حزبية أو لأني شخصية حزبية، وإنما جئت أدعم وطني في المقام الأول. والسبب في ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت في مناسبات كثيرة هو قائد استثنائي جاء إلى مصر في مرحلة استثنائية بكل المقاييس، واجه تحديات يعني تقاعص أو جمدت مصر عن مواجهتها قبل ذلك، ملف الإرهاب على المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى الفكري، وهذا الأهم على المستوى الفكري. الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مصر من قيود كثيرة جدا في ملف مواجهة الإرهاب. البلد فعلا تطورت في خلال فترة تعتبر زمن قليل، تطورت لسنين عديدة لقدام، فإحنا محتاجينه فعلا أنه يكمل، وبندعي ربنا أنه فعلا يقويه ويكمل المسيرة والمشوار، وكلنا كمصريين نكمل معاه. لما جاء سيادة الرئيس وعظم دور الواعظات وبدأ أنه هو يثني ويثمن مجهوداتنا وبدأ يفتح لنا مجالات العمل خارج المساجد، فبقينا في القاعات وفي الجامعات وفي المدارس وفي التجمعات، ومع يعني أنت نزلتي في المجتمع، فبدأتي بتقولي أنا مش بفصل الدين عن المجتمع، أنا بفعل الدين جوه المجتمع.